السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعين ومتتبعات الأوفياء، مرحبا بكم مرة أخرى في قناة مزهرة. وكما العادة نفتتح الفيديو تاع اليوم بالصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اقتراح اليوم سلو أو ما يسمى أيضا بالسفوف، طبيعي وصحي 100% بدون زبدة وبدون سكر وبدون دقيق أبيض. كنبداو على بركة الله. كنحتاجو كأول مكون الدقيق ديال الذرة محمر ومغربل ومطحون مزيان كما كتشوفوا معايا. ان شاء الله شي نهار نشارك معكم الطريقة كيفاش كنقادوه. كنزيدو ليه تاني مكون اللوز محمر ومطحون مزيان ومغربل. انا كنت من قبل حمرتهم وطحنتهم مزيان وغربلتهم، وكل مكون كنديرو في بواطة وكنخليه. كنضيف ثالث مكون، او قبل ما نضيفو ثالث مكون كديروا ليه هذه الطريقه. ثالث مكون كاوكاو، داك الاحمر الصغير كنحمرو حتى هو ونطحنوه مزيان، كنضيفوه وكنديروا ليه هذه الطريقه باش يتجانس مع باقي المكونات اللي درت من قبل. هذا السلو او كما قلت لكم من قبل او السفوف، كل منطقه وشنو كتسميه، طبيعي 100%. غادي تشوفوا المكونات اللي درت ليه وغادي تلاحظوا معايا باللي انا ما درت ليه نهائيا لا سكر كلاصي لا زبده لا حتى حاجه، استعنت فقط بهاد المكونات اللي غادي تشوفوا معايا في الفيديو. كنضيف ليهم من بعد الزنجنان او ما يسمى بالسمسم، غسلته وحمرته ونشفته مزيان، حمرته وطحنته وغربلته حتى هو. كنبقى نديرو ليه هاد الطريقه باش يتجانس مع باقي المكونات اللي درنا من قبل. كل واحد والكميه اللي غادي يدير. انا هنايا الكميه اللي درت في كاوكاو والزجان واللوز درت كيلو، وبالنسبه ديال دقيق الذره درت تقريبا نص كيلو حتى النص كيلو وربع تقريبا على حسب الكميه اللي كل واحد وشنو الكميه اللي غادي يدير. كنضيف قبصه تاع الملح، ومن بعد كنضيف النافع حتى هو محمر عفوا ومطحون مزيان. ثاني مكون جوج معالق تاع القرفه، حبه الحلاوه كنخلطوهم مع المكونات اللي درنا من قبل، معلقه صغيره تاع مسكه حره مطحونه جيدا. نبقاو نديروا ليه هذه الطريقه باش يتجانسوا ليا المكونات اللي ضفت دابا والمكونات اللي كنت ضفت من قبل بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا بالكف ديالي، حتى كنحسوا بيه جانس مع جانس المكونات مع بعضياتهم جيدا. عاد نضيفوا باقي المكونات، مروا بهذه الطريقه وكنبقاو نديروا ليه بالكف ديالنا هكايا حتى كيتجانس جيدا مع باقي المكونات. نذكركم اللي مازال ما اشتركش واللي اول مره كيشوف قناه امي الزهراء، ينزل دابا ويشترك ويدير تفعيل الجرس باش يوصلوا اي جديد من عندي، وعلاش لا يبارطاجي حتى القناه مع اصدقاء وحبابه باش تكبر عائله امي الزهراء. وما تنسونيش ايضا باللي لايكات ديالكم والتعليقات ديالكم المحفزه اللي كتخليني انني نزيد لقدام ونعطيكم كل ما عندي. عويشركم بركه ورمضان مبارك كريم، الله يدخلوا علينا بالصحه والعافيه وطول العمر ومغفره للذنوب وتزكيه للنفس والزياده في الايمان يا ربي. وكما كتشوفوا معايا هنايا صافي حسيت باللي المكونات صافي تجانسوا مع بعضياتهم. كنضيف كمكون اخر الزجنان، الزجنان محمر، وتقريبا هنايا درت 3 المعالق اللي درت كنبغي انني المهم كاضافه اللي بغيتو ديروا ما بغيتوش لكم حريه الاختيار. انا صراحه كنديروا فيه كنخلطوا مع باقي المكونات. من بعد كنضيف زيت الزيتون البلديه، كندير شويه وكنخلطوا مع باقي المكونات، دقيق الذره كاوكاو واللوز الزجنان، كندير شويه الزيت ونخلطوا مع المكونات، كندير شويه بشويه بالتدريج بالنسبه للكميه، عينكم ميزانكم. انا الصراحه ما كثرتش ليه بزاف الزيت حيت ما كنبغيهش يكون مزيت بزاف، وحتى مالينطار ما كيبغيهوش ليا، درت غير شويه. المهم حتى كنشوف كنحس بداك الخليط ديالو بديك الخليط ديالي عفوا بالشكل وبالقوام اللي بغيت. كنحبس كنبقى ندير شويه ونخلطو جيدا مع المكونات اللي درنا من قبل
بهذه الطريقة اللي كتشوفوا معايا. كنضيف العسل. انا هنايا درت العسل الحار تاع الليمون والعسل الاخر الحار تاع الزعتر. بالنسبه للكميه ما كثرتهاش بزاف، درت شويه من هذا وشويه من هذا. من المهم درت الصفايه، صفيت العسل كما كتشوفوا معايا، ولا كما لاحظتوا باللي ما درت نهائيا السكر. انا الصراحه درت غير هذا العسل. بغيتو ديروا هذا العسل الحر، ما بما متوفرش عندكم غادي ديروا العسل العادي، ولا ديروا السكر نيس، السكر كلاصي. انا الصراحه ما درتوش، استعنت غير بهاد جوج انواع تاع العسل الحر. بغيتو يكون صحي وطبيعي 100%. كنبقى نخلطوه مع باقي المكونات جيدا. يا ليلى وصلت على نبي، الشكل النهائي ديال سلو. من بعد ما خلطناه مع العسل جيدا كندوزوه في واحد الغربال يكون شويه رقيق، كندوزوه فيه كامل ومزيان، ومن بعد كنزينوه بشويه ديال اللوز مقلي، وكاين حتى اللي كيغرب كيهز شويه ديال اللوز محمر، نحنو بشويه وكيلوحو في سلو. انا درت هكاك غير نسيت ما صورت لكم ديك المرحله.
نتمنى أنه ينال إعجابكم، ورمضان مبارك كريم، وكل عام وأنتم بألف خير. نتمنى أنه ينال إعجابكم هذا السلو، وتجربوه وتردوا عليا الخبر في التعاليق. نخليكم على خير إلى فيديو جديد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.